اجتماع هو الأول من نوعه لمعارضين إيرانيين في لندن يمثلون جميع فصائل المعارضة الإيرانية من الداخل والخارج ما عدا منظمة مجاهد خلق. أكثر من 50 شخصا من قوميات وأحزاب وتنظيمات مختلفة ناقشوا سبل التفعيل ودعم الحركات النضالية في إيران وتوحيد صفوفها للوقوف ضد النظام الإيراني ورسم خطة مستقبلية لدولة إيرانية ديمقراطية تحترم حقوق الأقليات بمختلف انتماءاتها العرقية والدينية. نحن نريد مصالحة مع العالم، لا نريد الحرب ولا نريد مواجهة. فهكذا هؤلاء الموجودين في الندوة كلهم يعبرون عن تمنيات وآمال الشعب الإيراني بكل فئاته، والله يعني أنا أشعر باعتزاز وفرح بمشاهدة هؤلاء جالسين مع بعضهم البعض، نختلف ونتفاهم. وطرح المجتمعون قضايا تتعلق بالخطوط الفاصلة بين مواقف المعارضة، فعرب الأهواز قدموا وجهة نظر قيام نظام إيراني فيدرالي يستجيب لتطلعات مطالب القوميات المتعددة ويحترم كافة حقوقها الإنسانية المشروعة. كما تطرق التجمع إلى سبب فشل الحركة الخضراء في تحقيق مبتغاها في إيران على غرار ما شهدته الحركات الشعبية في بعض الدول العربية. ويرى المشاركون في أن مثل هذه الاجتماعات ضرورية لتقليل الفوارق فيما بين وجهات نظر أعضاء المعارضة التي من شأنها مساعدة رسم مستقبل إيران. كل اجتماعات المعارضة مهمة ويجب علينا النقاش للبحث عن الحلول وتبادل وجهات النظر، لكن لا يمكنني أن أتوقع نتائج لهذا الاجتماع لتحقيق أهدافنا. أفهم أن مثل هذه الاجتماعات ستساعد في مستقبل إيران. القضايا متعددة ووجهات النظر في إيجاد حلولها قد تختلف طرقها وأساليبها، لكن ما هو مؤكد من الاجتماع هو ضرورة تفعيل المعارضة بالداخل لإسقاط النظام وقيام دولة مدنية تراعي كافة حقوق أفراد المجتمع الإيراني. مصطفى زارو، العربية، لندن.